هي وسيلة لإهداف التطبيقية. يعني إذا أنا ما أحث الأفراد على موضوع معين وأشجعهم، ما رح يصير لهم واهس بالابتكار والنجاح بالعمل. لازم أكون قيادية مضبوطة حتى أقدر أحث، وتكون مبدأ ثقة متبادل بيني وبين كادر العمل. إذن الفرق هو محاضرتي بعنوان الفرق بين القيادة والإدارة. لذلك إحنا عرفنا القيادة شنو تاني. نجي عن الإدارة، هي عملية تنسيق وتنظيم النشاطات ومهام الشركة أو منظمة ما تهدف لتحقيق أهداف معينة، وبناء عليه تتمثل مهمة المدراء الأساسي. يحرصون على أن يلتزم الموظفون بقواعد وسياسات الشركة. يعني أنا القائد ضروري أوجه الأمور وأعطي التعليمات. وظيفة المدير اللي هي أساس الإدارة تقتصر عليه الأمور الإدارية والفنية، هي على المدراء أن يلتزم بالتعليمات ويوجه الموظفين والالتزام بها. إذا كان أكو أي خرق ضمن القوانين فهو راح يكون المدير هو اللي راح يعاقب. أي ما القائد ما مسؤول عن شيء من المعاقبة. العقاب يقتصر فقط على المدراء الأساسيين اللي ضمن فرقة العمل مالته. عندنا الفرق بين القيادة والإدارة. الإدارة هي شنو؟ تشير إلى السياسات والإجراءات والبناء التنظيمي للشركة أو العمل أو المؤسسة. أما القيادة لا، تعني العلاقات الشخصية بين الرؤساء والمرؤوسين. كذلك الإدارة تختص بالجوانب الفنية، أما القيادة راح تختص بالجوانب الإنسانية. الإدارة راح تشير إلى عملية توجيه الأشخاص واستخدام الأفكار، أما القيادة لا، تقتصر على عملية توجيه الناس من خلال الأساليب والأفكار والإبداعات. الإدارة راح تحدد لي الأهداف والسياسات العليا، القيادة لا، تقتصر فقط على الإشراف بمن يقومون بتقديم الأهداف. يعني أنا قائد وظيفتي إنه أعطي المشروع وأسلمه بعد ما أنا أعرف مناقشته وسلبياته وإيجابياته والربح مالتي. أسلمه للمدراء. المدراء هم هذول الفئة الإدارية، هم المسؤولين عن التوجيه، اللي يعطون التعليمات، ينفذون أوامر الكافة للموظفين. نجي على التركيز والأهداف. القائد عندنا يميل، شبيه قائد راح يميل للتركيز على أهداف ورؤى المؤسسات، أي ينظر للصورة الكلية مال المشروع. ما راح يركز على الأهداف الفرعية، لأ هاي مو وظيفته هو. ويعمل على إيجاد سبل جديدة لتحقيق مشاريعه على أرض الواقع. أما المدير على الرغم من إنه يهتم برؤية المؤسسة والمشروع، لكن التركيز مالته وين راح يكون؟ الالتزام بسياسات وقواعد الشركة. يعني أهم شي راح يلتزم بالقواعد والأنظمة. عندي النقطة الثانية حتى نفرق بين القيادة والإدارة، هي الإقناع والإجبار. بما أن القائد هو مسؤول عن الإبداع والابتكار، لذلك عليه أن يقنع الأشخاص من حوله أو التيم مالته إن أفكاره راح تستحق الدعم. أما المدير هو غير مجبر على إقناع الآخرين. ليش؟ لأن دوره راح يتمثل بفرض القواعد وضمان الالتزام على الموظفين اللي هو راح يشرف عليهم. أدني خوض المغامرة وتقليل المخاطر. في كل مرة إحنا نجرب شيء جديد أو مشروع، يعني شنو؟ نقود مغامرة جديدة. وبما أن القادة يسعون دائما لإحداث التغيير، فهم بالتالي يجرون الكثير من المغامرات والأمور الجديدة.
أما المدير عاد خلاف ذلك، شو يسوي؟ يقلل المخاطر ويتأكد من أن العاملين بها على الوجه المطلوب. التشجيع والتوجيه، يقدم القائد لموظفيه التشجيع الدائم ويحثهم على التفكير. أما المدير لا، مش راح يقدم لي تشجيع للموظفين وحافز يطمنهم، لكن مهمته الرئيسية توجيه الموظفين حول كيفية أداء مهماتهم. التحدي والسير مع التيار، يحتاج القائد إلى التحدي. ليش؟ لأنه ما بالتحدي ما راح يتطور، ما راح يصير دافع الغيرة عنده إنه لازم أكون أفضل مني، لازم أوسع مشروعي، أني أحقق أرباح أكثر. لذلك التحدي هو من أهم أولوياته. أما المدراء لا، راح يسعون للحفاظ على الوضع الراهن والسير مع التيار وفرض التوجيهات المحددة من قبل قاداتهم. التحفيز وإعطاء المواقف، فرضا على أن تجربة أمور جديدة راح تزيد فرص الفشل، لذلك يتعين على القادة أن يمتلكون الحماس وأن يبقوا موظفيهم متحفزين دائما. ماكو وقت للسلبية أو الملل أو التخاذل، لأن يعني ضمن نطاق عمل. إذا أوقف، إذا أحد سلبيا راح يوقف عملي، ما راح أحقق أرباح. يعني عبارة كلها عن صفقات. المدير هدفه الأساسي اتخاذ القرار المناسب حول إن كان القيام بالأمر مناسبا أو لا. خرق القواعد والالتزام بالقواعد، شنو يعني؟ هنا عندي كلمتين متناقضات، أخرق وألتزم. يعني القائد بعض الأحيان راح يخرق الأنظمة وقوانين الشركة في حال إنه صار وضع الشركة مو تمام، هو لازم يجد أفكار أخرى حتى يزيد من نجاح الشركة، فراح يخرق القوانين كلها. أما المدير يعني الوسيلة اللي راح يحافظ على منصبه، هو لازم يلتزم بالقواعد والقوانين اللي يحددها القائد. أبني التشجيع على الثقة وفرض السيطرة. عندما يقودني شخص عبر طريق جديد أو مشروع جديد، لازم إنه أكو ثقة متبادلة حتى يبدي القاعدة الأساسية للمشروع. لأنه يعني ما أكو ثقة ما راح يصير عمل، ولا راح يصير تجاذب، ولا راح يصير تعاون بالمشروع. لذلك وظيفة القائد الناجح أن يقنع موظفيه أن يقنع الموظفين يسيروا معه إلى أماكن ومراتب أعلى منهم. أما المدير فتكون قوته القدرة في السيطرة على الموظفين. هنا نقصد في السيطرة الإيجابية، أي يعني حفاظ نظام الشركة، تبني الأفكار وتعيين المهام. لكي يزدهر وينمو العمل، لابد أن يكون القادة يجربوا أمور جديدة وفعاليات، يبنون الأفكار الجديدة، وكذلك يحترمون حرية التفكير. أي المدراء لا يستطيع تشجيع التفكير الحر. ليش؟ لأنه هو ملزم تحت قوانين القائد، ما يقدر هو بكيفه يحكي ويصرح. لذلك يقتصر عمله تحت قوانين القائد. نيجي عندي أهمية القيادة. شنو هي القيادة؟ أهميتها في الحياة هي حلقة وصل بين العاملين وبين خطط المؤسسة وتصوراتها المستقبلية. 2، تعمل على توحيد جهود العاملين وتحقيق الأهداف الموضوعة للسيطرة على مشكلات العمل. 3، رسم الخطط اللازمة لحلها وتنمية الأفراد وتدبيرهم ورعايتهم وتحفيزهم. 4، تعميم القوى الإيجابية في المؤسسة وتقليص الجوانب السلبية.
يعني لولا هذول النقاط أنا ما راح أقدر أقول، يعني إذا ماكو حلقة وصل بيني وبين المؤسسات شلون راح يكون علاقات، شلون راح يكون توادل بالعمل؟ إذا ماكو توحيد الجهود والتعاون أنا شلون راح أقدر أبني مشروعي إذا كل من تيم واحد وفريق واحد وأني بغير مكان أصلا؟ راح يصير تشتت، ماكو روح الوحدة والتعاون بيناتنا. تعميم القوى الإيجابي، يعني مهما يكون ويصير أي شيء سلبي ما أخلي السلبية تأثر عليا، همشي التفاؤل بالحياة، همشي الإيجابية عندنا. وأوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالاهتمام بأصحاب الطاقات والمواهب الإبداعية، ليش؟ من خلالها نأسس القاعدة الصلبة. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك. من هم هذين؟ أبا جهل وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. عندي أركان القيادة، أركان نقتصر على 4 أركان. جماعة من الناس لها هدف مشترك لتحقيقه، البيئة المحيطة بهذه التغيرات، ظروف وملابسات يتفاعل بها الأفراد تحت وجود القائد، وشخص يوجه هذه الجماعة ويتعاون معه. هذه أركان نقدر نعتبر أركان أساسية بالقيادة حتى أقدر أبني الحجر الأساس عليها. سؤال لكم وراح أتمنى تجاوبونه بالشات: إيش القيادة؟ هل هي موروثة أم مكتسبة؟ أنتظر إجاباتكم بالشات. يعني هي شيء مولود جينات وراثية من الآباء إلى الأبناء، أم إنه اكتساب من الخبرة العمل؟ عاش يديكم. القيادة هي شنو؟ هي علم وفن، فهي إذن قابلة للتعلم وتؤثر بتعليمها عدة عوامل، يعني ممكن تكون مكتسبة وممكن تكون موروثة، بس القصد من موروثة إنه مو من الآباء إلى الأبناء، إنه هو البيئة اللي يتربى عليها الشخص من أجداده آباءه، هو كلهم يكونون أصحاب شركات بزنس مان حيكون. فلهذا راح نقدر نعتبرها ضمن الصنف الموروث. تؤثر بتعليمها القيادة على عدة عوامل: الفطرة والطفولة المبكرة، التعليم له دور أساسي بالقيادة، هو التدريب الموجه، يعني لو ما أدخل أي دورات ما راح أقدر أكتسب الخبرة بيها، التجريب الفشل، يعني إذا ما راح أفشل ما راح أتعلم، يعني بالفشل راح يصير التعلم، وراح يصير إنه الواحد يتعلم دروس كثيرة ويقوم يبني عليها ويقدر يختار أعماله. إن عملية القيادة عملية طويلة وتستمر بخطوات كثيرة تشمل الوراثة وخبرات الطفولة المبكرة وتوفر الميل للقيادة. الفنون والعلوم تصنع العرض للمعرفة، الخبرة توفر الحكمة التي تأتي من تحول المعرفة إلى تطبيق واقعي، التدريب وصقل السلوك في مجالات محددة مثل الفن والاتصال. ما عندنا حكمة يقول لك جيش من الأرانب يقوده أسد أفضل من جيش أسود يقوده أرنب، يعني الشخص الكبير الواعي الفاهم اللي لديه القدرة على القيادة هو اللي يقود الناس الصغار،
مهم كبار يقودهم شخص صغير هو ليس لديه الخبرة بالعمل. نجي نعرف شنو هو القائد وما هو المدير. عندنا القائد هو الشخص الذي يستخدم نفوذه وقوته ليؤثر في سلوك وتوجهات الأفراد لإنجاز أهداف معينة. أما المدير لا، هو الشخص الذي يقود أو يشرف على دائرة محددة ويقدم إلى التقديرات إلى القائد. يعني أنا أسوي أمور إدارية، أكملها، أسوي جداول عمل، صفقات، أوديها للمدير هو يوقعها. هذا هو المدير. عندنا هنا الفرق بين المدير والقائد. عندنا يقوم المدير بدور محدود له أي سلطة رسمية، أما القائد دور التوجيه والتحفيز. المدير راح يقود الشعب ويسير أموره. القائد لا، راح يقود مجموعته اللي هي متكونة، يعني مثلا هيئة إدارية، المدير مالتها، هيئة الإعلامية، هي يعني يقتصر تيم كلش صغير 3 أو 4 أفراد. المدير راح يرسم الخطوط العريضة الاستراتيجية، أما القائد لا، يرى الطريق أمام مجموعته. المدير له منصب ثابت، يعني أنا مدير عينته خلاص هو مدير. القائد لا، ممكن يكون مدير، ممكن يكون رقيب، ممكن يكون مفتش. جميع الأحوال يعتبر القائد جوكر. المدير والقائد هذول الاثنين راح يشتركان صفات تحديد الهدف، خلق الجو المناسب لتحقيقه، التأكيد من إنجاز المطلوب وفق معايير واسس. يعني لو ما عندي هدف أنا ما راح أقدر أوصل لثمرة معينة. جو مناسب، أنا لازم أخلق الجو المريح للستاف وكي حتى يصير العمل يكون عمل برضاتهم، عمل مجد وناجح. لازم أخلي معايير وقواعد أساسية حتى أبني مشروعي عليها. هنا عندنا نجي على صفات القائد. لازم يكون أول شيء ثقة بنفسه عالية، القدرة على التعبير، ولاءه، قوة الحجة، تحفيز وتشجيع، التشاور، الإخلاص، التواضع، القدوة، الالتزام ببلوغ الهدف. هذول كلها صفات تتمثل بالقائد. مو مشكلة إذا وحدة كانت ماكو نقدر نعوضها بغيرها، بس هذول الحجر الأساسي يعتبرون. نيجي هنا عندنا واجبات وحقوق القائد. لكل قائد عنده واجبات وعنده حقوق. الواجبات لازم يتخذ الاحتياطات اللازمة لكل من الأفراد. 2، يقسم تقسيم العمل بحيث يتناسب مع كافة الأفراد. ليش؟ حتى ما يصير ظلم بين فلان وفلان، لازم يكون شيء متساوي للكل. تطهير الأفراد من عناصر الفتنة. أبني العمل على أساس المحبة، لأن لو صارت الفتنة يعني راح يخرب العمل كله. المشاورة، ضروري التشاور، لأن ممكن يكون اتخذ القائد قرار غلط، راح فلازم يتشاور ويا الستاف مالتي حتى يقدر يوصل لهدف معين. العدل بين الأفراد، يعني أنا ما أتحيز لفلان لأن هو أقاربي، وأعرف فلان لأن هو فقير وما عنده شيء، مثل ما يصير حاليا بالمؤسسات مالتنا. إشاعة ثقافة الحوار وتقبل الرأي الآخر عند الأفراد، يعني ضروري بين فترة وفترة يسوي مجلس اجتماع للكادر العمل مالتي كامل، كمدراء وكموظفين،
ويتشاور معهم يشوف آرائهم شنو يعانون حتى يقدر يوصل لنتيجة ونجاح معين. حقوق القائد، شنو هي حقوق؟ يعني أنا القائد اللي أعلى مني، شنو الحقوق اللي واجب أن أوفر؟ الطاعة له بمعروف، يعني أطيعه شو يقول أوكي أنا أنفذ لي، مناصرته وتأييده والدعاء له. ليش؟ لأن هو لو ما هو أنا ما راح أقدر أكون، راح أقدر أجيب رأس مال العائلتي. مناصحته تسديد رأيه والالتزام برأيه النهائي. ليش؟ لأن هو القرار الأول والآخر له، صاحب الشركة هو. الالتزام بإنجاح الفريق، يعني أنا من أسوي فريق أو صفقة أتعهد إنه أنجح هذا الفريق. عندنا أنواع القيادة، هنا أربع أنواع القيادة، هي أنواع كثيرة لكن اختارينا أربع أنواع. القيادي المسيطر عندي، القيادي المؤثر، القيادي المحافظ، والقيادي المستقر. نيجي هنا على كل قيادي وصفاته. عندنا القيادي المسيطر هو الذي يصدر أمره بطريقة مباشرة ويحب البروز بالعمل أكثر من الناس وسريع وكثير الإنتاج. أما القيادي المؤثر هو محبوب جدا، علاقاته واسعة وقدرته على تحريك الناس كبير ويصدر أمره بطريقة غير مباشرة عكس القيادي المسيطر تكون أمره مباشرة. القيادي المؤثر هذا القيادي هو محبوب جدا، علاقات واسعة راح يتميز بالروح المرحة كلها تحبه، مو بس فرض وإجبار وكذا، لا عنده جانب مرح شوية. القيادي المستقر لا يحب التغيير الكبير يتعامل مع العمل ببطء ودقيق بعلاقاته الإنسانية، يعني يكون علاقات قليلة عندي. ليش؟ على يعني هو صح قيادي أوكي، لكن يعتمد على مبدأ إنه ماكو ثقة، ممكن أيضا تجيني بأي لحظة. القيادي المحافظ يرى المسألة بموضوعية دقيقة وعلاقاته جيدة، لا يميل للتغيرات ويحرص على التدرج الشديد. عندنا هنا فنون للقيادة، القيادة تتميز بعدة فنون: فن إصدار الأوامر، فن الإنصات، فن التأنيب، فن معالجة التذمرات، فن المكافأة والتشجيع، فن المراقبة، فن المعاقبة، فن التعاون مع القائد. لولا هذين الفنون أنا ما راح أقدر أكون قائد، ما راح أقدر أقود مجموعتي. إن يخطأ لازم أعاقبه، لازم أتعاون مع قادة آخرين. إبني سمات القيادة الإبداعية. أول شيء الحساسية المشتركة، المثابرة، الروح المرحة، المبادرة، الطرافة والغرابة. هذين هن سمات قيادة إبداعية. تكون قائد إبداعي لازم يكون عندي هذول المميزات حتى كلها تحبني وأكون قائد ناجح. عندني مهام القائد الإبداعي: الرؤية المستقبلية واستشراق المستقبل. 2 تصميم رسالة منظمة، زراعة الابتكار ضمن ثقافة المنظمة والتعامل الكفو مع تكنولوجيا المعلومات، تقليل اعتماد العاملين على القادة الرسميين وتحفيزهم على المبادرة، اقتراح برامج تدريبية لتحويل المديرين إلى قياديين. طبعا هاي الفقرة الأخيرة كلش مهمة. ليش؟ لأن أنا فرضا أريد أطور مشروعي وأفتح في مكان آخر، ضروري أنا أسوي ورشات تدريبية للمدراء الكفؤين حتى أسويهم قادة ناجحين وأسلمهم العمل، هم يكونون قياديين بغير مشاريع. هنا عندنا مقارنة بين الرجل القيادي والمرأة القيادية. عندنا الرجل القيادي راح يعمل
دون انقطاع. هذه طبيعة جنس آدم. هو بالواقع يحب العمل لأن هي أساس الحياة اللي تعتمد عليه. أما المرأة راح تأخذ فترات راحة بين عملها. ليش؟ يعني هي دائما المرأة تتعب عمل البيت كذا، فيحتاج لها شوي من الريست. الرجل القيادي المقاطعات بين العمل تربكه، مثلا قاعدة باجتماع جاء اتصال أو دخل أحد الاجتماع، حينسى هو المعلومة أو راح ينشغل تفكيره بغير شيء. المرأة لا، عكس الرجل، المقاطعة هي فرصة لبناء العلاقات. الرجل القيادي يحب الاحتفاظ بالمعلومات، أي يعني يكون سراني، ما يحكي أسرار وخطط عمله، مو لأي أحد يحكيهم. المرأة لا، تحب تبادل المعلومات. مثلا أنا اليوم محاضرتي كانت عن القيادة، ولا حبيت أستشير مع كذا صديقاتي. الرجل لا، هو دام أخذ خطوته وقال خلاص ها هي. الرجل القيادي يحرص على التسلسل التنظيمي، المرأة تعمل خلال شبكة علاقات. ليش؟ لأن هي طبيعتها تكون اجتماعية. أدري شلون كيف أصبحت قائد؟ عن طريق أصبح قائد العلم، العبادة، حدة الذكاء، التعليم والتطوير، الأدب، التشجيع، التدريب الموجه، الذكاء الحاد، مقابلة المشاعر. هذني كلهن يعني شجعني حتى أصبح قائد، لأن وحدة ركن ملتصق بركن، لولاهم أنا ما راح أقدر أكون. أثنى إن القادة هم الذين يشكلون التاريخ، وهم الذين يغيرون مجرى الحياة فعلا بسبب ابتكاراتهم، إنجازاتهم، أفكارهم، هم اللي راح يغيرون الحياة. فهم يقتدون بمن قبلهم وهم أئمة لمن بعدهم، يعني يقتدون باللي قبلهم الناس الواصلين، ويصيرون أئمة لمن اللي بعدهم، راح يكونون الحجر الأساس للجيل الناشئة. من هنا تكون انتهت محاضرتنا لهذا اليوم، أتمنى إنه نالت إعجابكم واستمتعتوا به. حاليا اللي عنده سؤال استفسار، الشات مفتوح لكم. رابط الحضور نزل حاليا، سجلوا الحضور حتى قبل لا ينغلق، والشهادات هي حتنزل على منصة الابتكار الشبابي، هسه راح ينزل لكم رابط قناة التليجرام مالتها حتى توصلكم الشهادات مالتكم. ولو العفو تذلل، هذا واجبنا تجاه الجيل الناشئ حاليا، ونسعى للتطوير، وإن شاء الله القادم يكون أفضل. ايه اللي يقصد انه اكو ملف PDF؟ اي نعم، هنزل الملف PDF بالمنصة مالتنا ان شاء الله. الشهادات تنشر
على قناة التليجرام، ننزل لكم الرابط وادخلوها. أكرر مرة ثانية، المحاضرة حتنزل PDF، كذلك تسجيل صوتي للي ما يقدر يحضر أو حابب يستمعها، والشهادات راح تنزل على قناة التليجرام لفريق المنصة، نزل لكم الرابط، نزل لكم يا أستاذ علي بالشات. إذا الكل سجل حضور وماكو أي استفسار أو سؤال، راح نختم المحاضرة وياكم. تسلمون عيوني، كل التوفيق لكم، وإن شاء الله أتمنى لكم كل الموفقية والنجاح. حاليا راح اختم اني واغادر دمك السؤال، نورتوني واسعدتوني بحضوركم، كل التوفيق لكم، مع السلامة.